بتكليف من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى يشارك سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه مساء اليوم في مراسم التوقيع على معاهده السلام بين دوله الامارات العربيه المتحده واسرائيل والتوقيع على اعلان تاييد السلام بين مملكه البحرين واسرائيل التي ستجرى في البيت الابيض بحضور فخامه الرئيس الامريكي دونالد ترامب وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجيه والتعاون الدولي في دوله الامارات العربيه المتحده وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وكبار المسؤولين في الحكومه الامريكيه